ما بين عامي 1948 و2023 تتشابه الأحداث ومجرياتها في فلسطين. التغريبة الفلسطينية تعود إلى الواجهة بعد أكثر من 70 عاماً، وبسبب الحرب التي اندلعت بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر، لجأ مئات آلاف الفلسطينيين للعيش في المخيمات، معسكرات ومخيمات تعج بها مدينة غزة المحاصرة. لا ماء ولا كهرباء ولا وقود، وشح في المؤن والغذاء والدواء، مساعدات محدودة دخلت إلى قطاع غزة، اقتصرت على قليل من الغذاء وكثير من الدواء والكساء. وفي ظل اقتراب المستشفيات من الانهيار ودعوات كوادرها بالتبرع بالدم تارة وبالوقود تارة أخرى، تعج أروقتها بالمصابين والمرضى وتزف بشكل يومي عشرات القتلى. بين أروقة المستشفيات وعلى جدرانها كتبت قصص ومآسي لأطفال ونساء وشيوخ. فهنا تجد أطفالا فقدوا جميع أفراد عائلاتهم، وهناك أم ثكلى تندب أطفالها، وشيخ طاعن في السن يرثي منزله الذي بناه بشق الأنفس. وما بين هذه الصور لم يتمكن الكثير من الأطباء من الصمود وانهاروا من هول الموقف. تصعيد مستمر على مدار أكثر من 2 أسبوع، لا صوت يسمع سوى صوت ذوي الانفجارات وصفارات الإنذار وسيارات الإسعاف التي لم تكن بمنأى عن الاستهداف. غارات إسرائيلية متواصلة ورشقات صاروخية فلسطينية بين حين وآخر. سماء غزة اسودت بدخان القذائف، وليلها أنارته الصواريخ ونيرانها، وصوت الطائرات ليلاً أخاف الأطفال وأرعبهم وأثر فيهم نفسياً. أكثر من 4000 فلسطيني قضوا نتيجة الحرب، أما المصابين فحصرهم بات أصعب، إذ تجاوزوا 16000 مصاب. وفي إسرائيل بلغ عدد القتلى 1400 قتيل. وتقدر جهات حكومية في غزة أن أكثر من 15000 وحدة سكنية دمرت أو باتت غير صالحة للسكن. مساعدات قليلة. مياه مالحة لا تصلح للشرب باتت هي الحل الوحيد للكثيرين. طوابير طويلة أمام صنابير مياه المساجد، لكن قد تنفذ في أي وقت. 20 شاحنة تلتها 17 أخرى دخلت غزة عبر رفح، لكن المئات ما تزال منتظرة في الجانب المصري. تصميم وإصرار من قبل المتطوعين المصريين على البقاء لحين إيصالها. مسافة السكة جمعت أطناناً من المساعدات، وطائرات عربية ودولية حطت في مطار العريش لإظهار الدعم للمدنيين، لكن معوقات وعراقيل وضعت أمامها، واشتراطات من جانب إسرائيل بألا تتضمن وقود ولا تصل إلى حماس. اجتياح بري. ومؤخراً كثر الحديث عن الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع، في وقت تسعى الولايات المتحدة وقادة في أوروبا إلى تأجيله أو منعه. وعلى الرغم من أن خبراء لا يستبعدون أن يكون الحديث عن تأخيره إلا عبارة عن عملية خداع حربية لإعادة إنشاء عنصر المفاجأة المفقود، توالت التصريحات من الجيش الإسرائيلي وحماس بالاستعداد لهذا الاجتياح. فالمتحدث باسم القسام يقول بأن غزة ستكون مقبرة للجنود الإسرائيليين، ووزير دفاع إسرائيل يؤكد العزم على محو حماس بالكامل. وما بين هذا وذاك تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الحرب وتدخل أطراف أخرى، والإشارة إلى أذرع إيران في سوريا ولبنان. فعلى الجبهة الشمالية لإسرائيل تتبادل مع حزب الله القذائف المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات. وعلى ما يبدو أن الحرب ستطول ولن تهدأ في الوقت الراهن، فمجلس الأمن لم ينجح في التوصل إلى صيغة قرار، وقمة مصر للسلام خرجت بتوصيات محدودة تتعلق بحياة المدنيين وإدخال المساعدات. وغاب عن المشهد الحالي الإصرار على وقف الحرب بشكل تام.